مساء الخير، معاكم دكتور ويك. جي تي اف من الجروبس الجديده الموجوده في السودان، او على الاقل ده اللي انا شايفه. تقدر تصححوا لي طبعا لو انا غلطان في الموضوع ده. اظن انا وانتم مرينا بمواقف كتير ان انتم تصلحوا لي في الكومنتس، وانا حابب الموضوع ده. ما تنسوش في الاخر تسيبوا في الكومنتس ايه الاغنيه اللي عايزين تسمعوها بعد كده، لان انتم اللي بتمشوا القناه مش انا. جي تي اف هو جروب سوداني صرف 100% من قلب السودان ومن قلب الخرطوم، وتقريبا الجروب متكون من 7 اشخاص او 6 اشخاص اذا انا مش غلطان. اخذوا راي الناس الموجودين في السودان زي ما هم كاتبين في الديسكريبشن بتاعت الاغنيه. رايكم ايه في الوضع الحالي اللي في السودان؟ تفتكروا السودان هترجع احسن من الاول؟ لانه ما تنسوش اسم الاغنيه هترجع تاني، وقصدهم بقى ترجع تاني عن السودان. هل هترجع تاني؟ هل هترجع زي ما هي؟ هل مش هترجع خالص؟ وزي ما كتبوا وزي ما انتم شايفين في الديسكريبشن، 65% بيقولوا لا مش هترجع زي ما هي، و15% بس هم اللي يمكن عندهم امل ان هي ترجع تاني. طبعا دي مش نسبه احصائيه صحيحه 100%، وانا لو حابب اجيب الارقام الاساسيه الصحيحة اقدر اجيبها مفيش مشكلة، بس مش ده موضوع القناة ومش ده محتوى القناة بتاع دكتور ويك ولا محتوى القناة اللي انتوا عايزين تشوفوها. انا يهمني تشوفوا الفيديو، لان دي الحاجة اللي انا اقدر اساعد بيها اخواتي اللي في السودان. قناتهم لسه جديدة، خلينا نساعدهم ونرفع مستوى المشاهدات ونرفع السبسكريبشن عندهم. تفاءلوا بالخير تجدوه، اظن مش محتاج اقول اكتر من كده، هم بدأوا بخير القول. اوه اوكي سواج سوداني 100% ريبريزنت سودان، ريبريزنت 249 بيبي، لوك ات ذس. سوداني 100% والفخر والاعتزاز بالدخله، اللبس، النضاره، الشكل، اللون الجميل ده لوحده يديني حاجه كده بوزيتيف، انه لا والله بص الحلاوه، بص الجمال، لا في امل. هترجع زي ما هي وهي وحتبقى هي دي دولة القوية، دولة الأولوية، دولة الرئيسية، سل الغذائي زي ما هي وأقوى من الأولية، ما علي محكوم خايف من الذي دولة دي وحلبنيها بكل جدية. طبعا واضح انه الدس على ناس معينه في الدوله السودانيه وفي الحكومه السودانيه، وانا فاهم ومقدر الموقف ان هو بيحاول يرفع البوزيتيف فايبس والطاقه الايجابيه عند الشعب السوداني. هو فعلا لحد دلوقتي بالنسبه لي انا ناجحين في الموضوع ده. الحاجه الوحيده اللي انا بلوم عليها جي تي اف في الاغنيه دي هو الاوديو ميكسينج للفويس او للصوت بتاع الرابر. راس الحربه في اي اغنيه هي الصوت الرابر او الارتست او المغني، وفي الحاله دي البيت والميوزك اعلى من صوت الرابر. في حاجه غلط في الاوديو ميكس، نركز المره الجايه. بالرغم من انه الوضع سيء في السودان، ولكن اف تي او بيحاولوا يدوني كسوداني الجود فايب والبوزيتيف فايب اللي انا محتاجها في الوقت ده، بالرغم من انه البيت اقدر اتمايل وارقص عليها في نفس الوقت. ودول الحاجتين اللي انا محتاجهم، بوزيتيف فايب والليركس اقدر اربط بيها حالتي الاجتماعيه. وطبعا هتقدروا تسامحوني وانا مش قادر اركز بالظبط مع الليركس. بلد النقيلة دانا طائرة جوية حتحوم بحرية ما يحتاج إثبات هوية. سلام الله عليكم مواطن السودان. عليكم السلام. سلام واقف صوت مدفية بترشق اللذاني. سلام يرغم ظروف مجال حق إنسان تاني. سلام يا خاطر رزق على ربه وشغال وبيعاني بلساني. سلام يا أخي للرزق على ربه وشغال وبيعاني وبيعاني بلساني. أقول لك لوم الأمل ما كنا عايشين، أرفع الرأسي فوق مهما عملوا جلحك وثبتين، هذه الأرض لنا. ارفع راسك فوق مهما عملوا فينا هنكون ثابتين، هذه الارض لنا فليعز سوداننا، يعني مهما عملوا واجتهدوا هنكون موحدين. عارفين بلد تحترجع تانو احلى بيها طوبة طوبة، كون كتبنا التاريخ وترجع احسن من الاول، هتكون ذكرى تتحقق الاحفاد هنقول توتتو كيف السودان الان وكيف حيكون وكيف هتحول. بص الرسالة اللي بيحاولوا يبعتوها لنا، وبص الايمج اللي مرسومة، الالوان فايبرنت واضحة جدا، احمر ازرق سما صافية، وفي نفس الوقت الكلام اللي بيديهولي بيقول لي في يوم من الايام هنسمع توتا توتا خلصت الحدوتة، انه كانت حكاية وخلصت ورجعنا اقوى، رجعنا مركز القوة زي ما كنا واحسن، بس محافظين على التراث في اللبس عشان يبينوا حتى بالعكاز اللي هو ماسكه، حتى باللبس اللي هو لابسه. كان ممكن يلبسوا لبس فايبنج فخم وكل حاجة، بس هم حبوا يوضحوا ان هم culture of Sudan baby. هتتصور بلد العز والكرم تفضل زي ما هي بعد الحشود الفات، ونحن قاعدين وثقين ربنا فيه، ما دام الوثوق في القلوب ثاب حد هاب شي يا بلد ما حتتهبشي تاني، ما حتتغشي فينا حد ندهشي، لاني حترجع زي ما هي وهي حتبقى هي دي دولة القوية، دولة الأولوية، دولة الرئيسية، سلة الغذائية زي ما هي الدولة الرئيسية، السلة الغذائية، الدولة المركزية ومن الأولية،
بلدي وحنا بنيها بكل جدية، بلد النقيلة دان الطائرة جوية، تحوم بحرية ما تحتاج إثبات هوية. هاي صح نص عمرنا مشى وتفشى، هفضل متمسك فيه حتى لو قلوا فرض وقشة، قاعد في وطن عزيز. أفضل متمسك في أرضها حتى لو هنام على قشة، قاعد في وطني عزيز ومكرم. بص ما أحلى الألفاظ وما أحلى البارات اللي هو بيحطها. مش مهم يكون تالنتد قوي، أنا ما بتكلمش هنا عن تو دوب وبتكلم عن فليبتر، أنا بتكلم على FTO كجروب جديد بادئ على الأقل، ده اللي باين قدامي. والرسالة اللي بيوصلوها لي كمشاهد سوداني أو من وطن عربي، سواء بيناشدوا بيها فلسطين أو السودان، الحالتين بيفتخر بأرضه وبيفتخر بأصله السوداني. بص قد ايه تصوير حلو، التصوير نفسه يديك صورة بوزيتيف وصورة إيجابية انه في أمل، ما تفقدوش الأمل. عجز مكرم أصله ما بتزلى، وإذا زلت بموت، وإذا موت بتفل فيها ما تفل برا. يلا تعال بشوف الشفط وخلي قلبي من جوا ملة، تانية دفيتك لأسر الجيلة بعدك ونبدأ تاني، ما داري أشوف صاحب مع صاحبه، وصاحبه بحاول يمنع صاحبه وإنه بيهاجر ينتقلوا لأرضي وهدى. هنرجع مستقرين إنت بس رفع السبب، تاني ما حتشوف طيارة ولا سلاح ولا دبابة، تاني ما حسمع دنات حسمع الحفلة والربابة، تاني حترجع عامرة أحسن من الأول بالشباب. شطارة اللعب بالحروف في الحتة دي عجباني جدا، لان هم لعبوا بحرف واحد اللي هو با با، وبالك ان هي ممكن تبقى زي طلقة، بس هم حبوا يعملوها حاجة ميوزيكال. مش هتشوف سلاح، مش هتشوف دبابة، مش هتسمع صوت دانات، هتسمع حفلة وربابة. شباب سوداني اصلي 100% موهوب وشاطر، ومنقيين الالفاظ والكلمات اللي يقدروا يرفعوا بيها روح الشعب السوداني. حسمع دانات حسمع الحفلة والربابة، ترجع عمر احسن من الاول بالشباب. اي اي كان حتسر الشمس يوم الاحد، اي اي حرجع الفات وكان حتنور. بص اللون السما الصافي الجميل، ودي مش معمولة كده هباء. اللي عايز يوصلها لك كشاب سوداني وكأخوك بيقول لك في أمل، بص عليا ده السودان مش جي تي اف. بلد اي اي حرجع كمل قراتي لانها ما انتهت، فيما بعد هتكون يا بلد ايام مضت وتقيف زي ما بدت، لان ترجع زي ما هي وهي وحتمك هي دي. دولة القوية، دولة الأولوية، سلة الغذائية زي ما هي، وضوة من الأولية، ما علي معكم قايد من الغية، مددي وحنا بنيها بكل جدية، بلد تقيلة دانا طائرة حنرجع تاني لما نحين تتحير فينا كل الأرض. لما كنتش متوقع ان ده يحصل، كنت فاكر ان هو هيثبت على نفس الفلو، قلب الفلو والبيت نوبي 100% عشان يتواصل معاك على مستوى عالي شوية، يقول لك انا بنفس الفايب وبنفس البيت السوداني والنوبي، بس still I can keep it chill and cool. تخلوا فينا أصبح تعقلوا ليلة بوم، عم الاستئمان والأمان، أصبح ناشفة من كشاب من شباب، صندوق أم قرمان، أم فرقان بخط عرض حيرجع جديد السودان، إن رب لا يدينا شر كلم، كل ما استمرت علو خير ومدهم، لأن الحال لن يهدوم ولن حترجع تان 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 تان. ترجع زي ما هي وأقوى من الأولية، دولة رأسية سلالة. ما أجمل الاحتفال السوداني، وما أجمل الطاقة البوزيتيف الموجودة في الشباب السودانيين، ودول من الناس اللي محتاجينهم حاليا في الوقت الحالي، ضروري جدا ان هم يدونا ويضخوا في دمنا الطاقة الإيجابية اللي محتاجينها عشان نرفع البلد زي ما كانت وأحسن. متفائلين حترجع، اي عارفين انو بلدنا حنكون فيها تاني، اي تعذبنا ثبتنا متأكدين حترجع ما سبنا، قعدنا مهما كان حنا من على فكرة تاني ما سبناها قعدنا فيها مهما كان حالنا على فكرة. طبعا هو بيلوم بعض الشباب اللي سابوها وسافروا وراحوا دول تانية، سواء كلجوء سياسي او كسفر او كهروب من الوضع الصعب في السودان، وده انا ما بلومش الشباب اللي عملوا كده، بس هو بيفتخر بالشباب اللي قاعدة ومش سايبة ارضها حتى لو هيناموا على قشة، بيوريك انه بيحتفل وبيوريك انه مبسوط ومش هيسيب ارضه، وانتقل من اللبس الكالتشر السوداني الرسمي اللبس الكول الرابينج العادي، ومسك المايك ولبس النظارة الكول وكل حاجة. انا هنا موجود عشان اوصل لك رسالة قوية، ان ال 15% اللي جي تي اف بيكلموا عنهم لازم تبقى 100%. على فكرة قاعد فيها ودمي بفتيلة قوالي بدعيلة حترجع دايما حسي بيها ودايما هحتويها، بس ربنا يحميها تاني تفونا في القمة لتلقلق بالعمة كده بين الأمة حترجع على الطهرة ما فيها دم والأمان فيها عم حلقون ترجع بنفس الفوق تاني ترجع زي ما هي وأقوى من الأولية دول رأسية سنة الغذائية زي ما هي وأقوى من الأولية.
مفيش أجمل من أن أنت تناشد أخوك السوداني أو أخوك المواطن بالمزيكا، من أقوى الأسلحة اللي توصل لنفوذ الناس وتوصل لأذان الناس وتوصل لعقل الناس هي المزيكا. فرسالة زي دي ما كنتش قادر أتغاضى عنها وكان لازم أوصلها لكم. ده الانتاج ها. ويزي اوكي. انا اشكر جي تي اف على الاغنيه الجميله دي، واشكر ان انتوا قعدتوا معايا لحد اخر الاغنيه. اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للاغنيه، وتروحوا تساعدوا الجي تي اف شباب دول ان هم يرفعوا الطاقه المطلوبه في السودان. ما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب، ومن فضلكم ما تنسوش في الكومنتس تكتبولي الاغنيه اللي جايه اللي هنعملها ايه. اشوفكم حلقه جايه.